واحد السلام عليكم. اهلا اهلا خونا، بغاو يفرقونا. خويا بغيتي تبدل حياتك ودير لاباس، انا نعطيك الحل، والله حتى نعطيك الحل بالله. اول حاجه غديرها صديقي وهي توكل على الله سبحانه وتعالى. الا تسدوا عليك كاع البيبان التجأ الباب ديال الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه صديقي بلاتي فحاول ما تركزش على النظارات القوقازيه، وحاول تركز على لي بارول باش تسمع داك الشيء اللي غنقول لك. فاول خطوه من بعد التوكل على الله وهي تحركوا ترزقوا، تحركوا ترزقوا. النعاس الصغير تكسر ديال الجوج هذاك الشيء تيجي مور لانتريت. سمعتيني ولا مور لانتريت؟ ما حدك باقي شباب وباقي جون، خدم صغري الكبري. وتاني مساله انا غنوصيك عليها ولكن بلاتي، تاني مساله كنوصيك عليها وهي الاصدقاء السلبيين او الرفقه السلبيه او الناس ديال المشارير. هادوك النوعيه اللي كيقول لك البلاد ما بقى فيها ما يدير، النوعيه اللي تيقول لك البلاد تتعطي غير الشمايت الرجال. خويا اسمح لي، انا في واحد الدوله خاصني نتاقلم مع الجو ديالها، والا ماذا سيقع؟ بلاتي الموت البطيء. خويا حبيبي عندك التليفون ولا انترنت؟ لقيت اللي كتضيعهم في الفيسبوك وفي الواتساب. كوكو تشيلا تي مامونك بيبي، تبارك الله عليك مامتيت نونوز. البارح خليتكم كونيكتي مع 3 ديال الصباح مع من كنتي كتهضري، واش ما عندك ما يدار اخويا؟ الوقيته اللي كتضيعها في هاد اللعيبات هادو، فحاول تقلب على دي سيت ديال البيع والشراء، وحاول ديفلوب، وحاول انك تزيد القدام، حيت هذاك الشيء ديال الحب ولاموغ باقي عنده الوقت. والعيالات بالمناسبه يا صديقي ما تيبغيوش الرجاله اللي كيشاطيو، كيبغيو الرجاله اللي كيخدمو. فتبارك الله عليك. فبارطاجيو معكم الاخوان هذه المعلومات لتعم الفائده. وبسلامه والله تاوي اللامه. احبكم هاك على طاجين فاس، هاك على خبز الرباط، هاك على حبي اللي عطاني سيدي ربي. اواو اواو الليله مبروك كامل.